سماهيج، حيث تحتشد الإبداعات في كل 20 محرم من كل سنة. سماهيج، وتحديدا هنا تختصر عليك مسافات الإبداع الحسيني في عاشوراء البحرين. التشبيهات الحسينية، حيث يمارس المبدعون هوايتهم التي يحبون. منذ زمن طويل اشتهر الفنانون البحرينيون بعمل مجسمات متقنة تصور واقعة الطف من زوايا عدة، تحمل بين خطوطها مشاعر وأحاسيس تأخذك إلى كربلاء المقدسة. من سماهيج البحرين، موطن طرفة ابن العبد الشاعر الجاهلي، ينطلق إبداع التشبيهات الحسينية، حيث يشد المبدعون إليها الرحال حاملين منتوجاتهم الحسينية في يوم 20 من محرم في ساحة خصصت لهذا الغرض، وبلغت عدد القطع هذا العام أكثر من 20 قطعة، ولكل قطعة من هذه القطع فكرة مختزلة، لكن الفن الراقي الذي يمارسه هؤلاء المبدعون يجعل من هذه الأفكار ناطقة. سماهيج للعام الثالث على التوالي. ما هو المبدعين؟ الجو الحزين الذي يلقيه المعرض على زواره لا يوصف. ففي هذه الزاوية تجسيدا رائعا لعبد الله الرضيع وهو مذبوح، وترفعه أكف الإمام الحسين عليه السلام. هنا صورة أخرى، أحجار يخرج من بين ثناياها الدماء، وهي فكرة بدت صارخة هذا العام، بكاء الكائنات دما على الحسين عليه السلام. ولهذا المعنى صنعت هذه الصورة، وهذا تجسيم لفرس الإمام الحسين عليه السلام وهو يسير بفارسه الأعظم. العباس معشوق المحبين، كان له حضور في خيال الفنانين البحرينيين. صورا شاعرية جسدت مصيبة أبي الفضل. هذه القربة وهذا العباس ملقا على النهر. يا لروعة هذه الصورة الحزينة لأبي الفضل العباس عليه السلام. كل أدوات الفاجعة حاضرة، والجو الحزين والإضاءة المتقنة تكسب المعرض رونقا جميلا يزيد من وقع الصور في عيون أتباع أهل البيت في البحرين. وهذا مصرع الحسين عليه السلام، وهذا السيف لا زال مرتفعا. الفنانون البحرينيون بقدر إبداعهم الحسيني أفكارهم الحسينية، وكأنها ترمي إلى معاني بعيدة وعميقة وأصيلة. هذه السفينة هي تجسيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سفينة النجاة الحسينية مجسدة هنا في هذا المجسم المتقن لصورة سفينة يرتفع عليها علمان أبيضان منقطان بالدم. المعرض الذي يقام للسنة الثالثة أدخلت عليه تطويرات جذرية، وبالخصوص في الجانب التقني، وبدأت بذلك مرحلة جديدة في فن التجسيم وتسمى تحريك الثابت، حيث تم في هذا العام إضافة لمسات تقنية أثرت بشكل مباشر في إكساب المعرض لونا جديدا. فهذا التشبيه الذي أمامنا يحكي مأساة عبد الله الرضيع، يطلق منه السهم ليتوجه بعد ثوان إلى نحر عبد الله الرضيع وهو في يد أبوه الإمام الحسين عليه السلام. المشهد لا ينتهي هنا، بل يؤخذ إلى مكان آخر، إلى خيمة الرباب عليه السلام، وهي تهز المهد ولكنه خال من الطفل، وإلى الآن هي لا تعلم قتل أم لم يقتل. في وسط المعرض وضع تجسيد لضريح الإمام الحسين عليه السلام، وتظهر من داخله أنوار خضراء تأسر القلب وتأخذ العين. كما يوجد في المعرض صور على الحيطان معبرة ومؤثرة ومندمجة بشكل كلي مع التشبيهات الموضوعة أمامها. لعل من المشاهد المؤثرة في المعرض
هو هذا المشهد الذي جسده مبدع بحريني حكى به انكسار ظهر الإمام الحسين عليه السلام على أخيه أبا الفضل العباس عليه السلام. كل هذه الصور تحكي واقعة التفاني والإيثار لتعكس بذلك قيم الخير والحب والسلام والمظلومية والثورة والحق. الذي ترونه أمامكم من الساحة المفتوحة ليس كل شيء، حيث يوجد أيضا كانتونات هي من ضمن المشروع. أحد هذه الكانتونات يحكي مأساة رأس الإمام الحسين عليه السلام بعد أن قطع ورحل إلى يزيد، حيث وضع أمامه في طشت وصار يزيد ينكث ثناياه. في هذا العام أخذ المشهد بعدا آخر، إذ لم يكتفي بزمان الواقعة فقط، بل طار إلى هذا العصر في بلاغة فنية عالية. فقد صور الفنان البحريني جثة الإمام الحسين عليه السلام وهي موضوعة على رأس الكرة الأرضية، ويحطل منها دم عبيط يغطي بسيلانه العالم بأسره، وفي الأعلى عيون بداخلها جثة عبد الله الرضيع. حقاً إن الإبداع ليس له حدود على الإمام الحسين عليه السلام. هذه عينة قليلة حاولنا تسليط الضوء عليها، ولكن العين التي تتجول هنا في المعرض ربما رأت ما لم تره عيون كاميرتنا، لذلك إن التفاعل مع هذه المعارض وذلك بالحضور والتواجد أبلغ في القلب وأوقع في النفس. ها هي حرب الطفوف بدأت بين معسكر الإمام الحسين عليه السلام وبين معسكر يزيد لعنه الله، واشتبكت الألسنة والرماح، وكان في مقدمة جيش الإمام أصحابه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا هل من طالب حاجة؟ عمي ونور عيني يا حسين، أتأذن لي بالقتال؟ يا ابن الأخ، أنت العلامة من أخي الحسن، وأريدك أن تبقى لأتسلى بك. توجه القاسم إلى خيمة أمه. ما الذي أرجعك و...
عمك. عمي يا أمه، لعله استصغر سنك يا بني. توجهت السيدة رملة إلى خيمة الإمام الحسين عليه السلام فخاطبته قائلة: أيا أبا عبد الله، أتفجع الزهراء بولدها وأنا لا أفجعه ولدي؟ رجع القاسم إلى خيمته حزينا لأن عمه رفض طلبه لدخول المعركة، وجلس ووضع رأسه بين رجليه وتذكر وصية والده الحسن عليه السلام التي أعطاها إياه قبل الممات، وقال له: يا بني يا قاسم، خذ هذه العودة ولا تفتحها إلا إذا دخلك هم وحزن. قرأها القاسم ففرح وتقدم إلى عمه وأعطاه وصية والده. عندما قرأ الإمام الحسين عليه السلام الوصية بكى بكاء شديدا وقال له: يا ولدي، أتمشي برجليك إلى الموت؟ فكيف لا يا عم، وأنت بين الأعداء، بقيت وحيدا فريدا، لم تجد حاميا ولا ناصرا. روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء. ولكن كما إن لك وصية من والدك، أنا أيضا لدي وصية منه لا بد من تنفيذها. وصية؟ وما هي هذه الوصية؟ أن أعمل لك عرسا وزفاف. عرس؟ زفاف؟ ونحن في حال حرب؟ ثم أدار الإمام الحسين عليه السلام بوجهه نحو رملة وخاطبها قائلا: يا أم القاسم، يا رملة، أهل القاسم ثياب جدد؟ لا يا سيدي ومولاي. أختاه زينب، أحضري لي صندوق أخي الحسن. ماذا تريد أن تفعل به يا أخي؟ سأزوج القاسم بالمسمات له، افردي خيمة للزفاف. أخذ الإمام بيد القاسم للمعركة ووقف على الأجساد مناديا: أخي عباس، بني علي، زهير، برير، هلموا هلموا لزفاف الشباب. ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ وقف القاسم بوسط الخيمة فأمسكت ابنة عمه بردائه قائلة: إلى أين أنت ذاهب يا ابن العم؟ أما سمعت استغاثة أبيك الحسين؟ إذن توجه يا ابن العم، على بركة الله، في أمان الله، في دعة الله. ولكن هل تم هذا الزفاف كأي زفاف آخر؟ لا، فلقد كانت ساعة بين زفاف وموت. هكذا القاسم عاش وهكذا توجه للموت، ولكنه سيبقى شعلة للأجيال القادمة.